عندي كام خبر وكام موضوع هيلين جدا، بس انا ما اقدرش ابدا الا بقصه الزمالك. وماذا سيفعل الزمالك يوم السبت الجاي في مباراه سيراميكا؟ هيلعب ولا مش هيلعب؟ او بلاش اقولها بشكل دقيق شويه، هيلعب ولا هيلعب؟ دي ادق شويه. طيب، هو بيقول لك ان الزمالك في اجتماعات ممتده لغايه يوم الخميس. يعني كان في اجتماع امبارح ما وصلوش لحاجه، لكن هي ممتده الاجتماعات لغايه يوم الخميس. الموضوع صعب قد ايه؟ لغايه يوم الخميس، ولا صحه للموافقه حتى الان على خوض مباراه يوم السبت. اهلا وسهلا، مفيش مشكله يعني. انما الناس قاعده مستنيه، وسيراميكا قاعد مستني الثلاث نقط، هيلعب المباراه هنشوف. امبارح ظهرت تلميحات في بعض المواقع على لسان مصدر مسؤول. عارف انت لما حد يحب يسرب حاجه من غير ما يبان هو مين، يعني حد يكون لئيم شويه، يقول لك صرح مصدر مسؤول انه، بس مصدر مسؤول في الرابطه ونزل في مواقع يعني معروفه، يعني انه في حال لم يحضر الزمالك مباراته ضد سيراميكا كليوباترا سيتم اعتباره منسحبا من الدوري، وسيتم الغاء جميع نتائجه في الدور الاول، وذلك نظرا لوجود مباريات مؤجله له. من يعني لو الزمالك ملعبش الخميس هيعتبروه منسحب ويلغوا نتائجه. مين هيستفيد بقى لو لغوا نتائجه؟ الاهلي. مش الاهلي استفاد ثلاث نقط امبارح لما الزمالك انسحب؟ اه، هيستفيد تاني ازاي لو الزمالك اتلغت نتائجه؟ قالك اصل الاهلي كان خسران من الزمالك في الدور الاولاني، مظبوط، وبيراميدز كان متعادل، مظبوط. طيب المتعادل اتخصم منه النقطه بتاعت التعادل، مظبوط. طب الخسران هو ما كسبش نقطه اصلا عشان تتخصم، يبقى فرق النقاط يزيد حته للاهلي، يعني يقل من انبي نقطه، سوري يقل من بيراميدز، سوري يقل من بيراميدز نقطه، وتصب ده في صالح الاهلي. كل حاجه رايحه ناحيه الاهلي، كل حاجه رايحه ناحيه الاهلي. حتى المقاولين العربي امبارح عامل بيان باحتجاج رسمي عايز يعيد الماتش بتاع بيراميدز اللي هو منافس الاهلي اللي كسب فيه المقاولين 3-1، وبيقول لك اللائحه بتقول ان مش من حق الحكم محمد الحنفي او لجنه الحكام تعين محمد الحنفي حكم للماتش ده. وقال ان محمد الحنفي البيان اللي بيقول فشل في اختبارات اللياقه البدنيه بتاعت الحكام مرتين وبدون اعذار طبيه معلنه، وبالتالي اتعمل له امتى الاختبار الثالث ده اللي على اساسه اصلا لعب. الحاجة التانية اللائحة بتقول اللي يسقط أو يرسب اختبارين في الموسم ما يحكمش لنهاية الموسم، حتى لو هو نجح وطلع الأول في التالت مش من حقه يحكم. إزاي بقى حكم؟ وقال لك إن دي المواد 43 بند 1 و2 والمادة 52 بند 4، وإنه بيطالبوا بإعادة المباراة اللي كسبها بيراميدز 3-1، وإن معاهم الحق في القانون، وان بيريرا نفسه طلع وارفقه ده في الشكوى في تصريحات رسميه متلفزه. متلفزه دي انا في التلفزيون معناها يعني فيديو، يعني قال نصا ان محمد الحنفي ومحمود عاشور والصباحي التلات حكام دول من الحكام الكبار جدا كانوا غايبين السنه دي، غايبين لانهم فشلوا في اختبارات اللياقه البدنيه للحكام مرتين واللائحه تمنعهم لنهايه الموسم. عشان كده لما حد بيتشمل اللي يروح يقول ازاي محمود عاشور ما بيحكمش، ازاي الصباح، ازاي الحنم، يقول له والله رسبوا مرتين، هم ناس على المستوى الفني اعلى ناس، لكن اللياقه البدنيه ما اقدرش اقول حاجه، ده لائحه. فالمقاولين بيقول لك فوجئنا بيه موجود في الماتش، وبالتالي احنا بنطلب اعاده المباراة، بنطلب إعادة المباراة. بيقول لك يا رابطة رد علينا رسمي، هتعيد أو مش هتعيد، عشان نروح بقى المحكمة الرياضية. أنا ناكلها عيش المحكمة الرياضية دي، يعني الفترة الجاية دي جامد جد. طب في كده؟
طب افرض الماتش تعاد والمقاولين تعادل او كسب بيراميدز بعد ما كان بيراميدز كسبان 3-1 لصالح مين؟ صالح الاهلي. يا خبر ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ كل الناس بتشتغل لصالح الاهلي؟ يعني كل الحقوق اللي الناس طلباها بتصب في صالح الاهلي؟ غريبة جدا. اه والله، ما تدوا الدوري للاهلي، يعني ايه المانع؟ يعني كابتن محمود الخطيب في خبر نازل بيقول ان الكابتن محمود الخطيب تحفظ على المساس بعامر حسين، او الحاج عامر حسين اللي هو الراجل شرف على لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكورة ومحور الحواديت دي كلها. يعني كل الناس تقعد تتكلم المسابقات، التأجيلات، ترتيب الماتشات، ده مؤجل ليه، ده مش مؤجل، محور الاحداث، حتى الجايزة بتاعت احسن لاعب، كل محور الاحداث دايما الحاج عامر حسين. فنزل خبر على لسان مصدر في رابطة الأندية بيقول ان الكابتن محمود الخطيب تحفظ على الحاج عامر حسين وانه يمشي. فبدأت الناس تطنطن بقى على السوشيال، قالك الاهلي اللي بيحكم. كنا فاكرين ان الكابتن حسين لبيب هو اللي بيحكم. انت عارف انت لما تحب تفخم واحد، فبعض الجماهير الزملكاويه لما ما لعبش الكابتن حسين ماتش الاهلي او الزمالك ما لعبش ماتش الاهلي، قالك حسين لبيب يحكم، الزمالك يحكم، ما اعرفش ايه. هم كده بتوع السوشيال كده لهم تعبيرات معينه يعني. ف الناس بدات تكتب بعد الخبر ده يقول لك الاهلي هو اللي بيتحكم مش الزمالك ولا حسين لبيب، وبدا يقولوا لك بقى اثبت على موقفك، ودي السيراميكا الثلاثه بوند، وكمل عشان تصلح المنظومه والحاج عامر يمشي. هتتقلب اهلي وزمالك بقى، الزمالك مش عايز الحاج عامر يمشي والاهلي مش عايز الحاج عامر يمشي. الخبر نازل كده وماشي في السكه دي. اللي يقول لك اصل الحاج عامر بيعمل لهم اللي هم عايزينه، واللي يقول لك لا، واللي يقول لك، واللي يخش من الاهلي يرد يقول لك لا ده احنا ما كناش عايزينه، كنا في قصه بسبب المؤجلات. كلام كتير بقى مشي في ايه؟ في هذه السكة. إنما خلينا برضو إيه، عامل بوست الحقيقة دمه خفيف بس مش عاجبني. يعني بيقولك أول ما تم الإعلان عن إقامة مباراة الزمالك يوم 25 يونيو قلقت شوية، لأن اليوم ده بفرح فيه، ده عيد ميلادي وعيد جوازي، ويا رب الاهلي يفرحني في اليوم ده، يعني يكسب المباراه. يعني هو مترجم كولر، لكن سبحان الله ياتيك الخبر كثيرا، ياتيك الخبر احيانا كثيرا من حيث لا تحتسب، وفضل ربنا بيكون اعظم من تخيلاتك. فبدل ما هديه عيد ميلادي وعيد جوازي العشرين تاتي من الاهلي، جت من الزمالك. مش متخيل يجي اليوم اللي اشكرك فيه يا غريمي اصلا ولا ايه على اجمل هديه عيد ميلاد. اشكر الزمالك على أجمل